بقول لك مين هو اللي لازم يتحاسب بهيدا البلد؟ بتحب اقول لك مين هو؟ هو الشعب اللبناني اللي عنده بحق زيته مكان منيح. 30 سنة عم بيجيب ليهم نفس النواب ونفس الوزراء من كل الطوائف. هن الشعب اللبناني بحق حاله مش منيح. وقت الانتخابات كان ينباع الصوت ب $100 و $200 يبيعوا صوتهم وجابوا هيدا المجلس النيابي الفاشل مثلهم. الشعب اللبناني اللي بده يتحاسب. صحيح. عم بيطالبوا بانتخابات نيابية مبكرة. أنا معك. إذا من بكرة بيعمل انتخابات نيابية مبكرة ليطلع المجلس هو ذاته من 70 ل 80% هو ذاته، لأنه الشعب اللبناني بحق حاله مش منيح.